يعني ما معقولة شخص راتبه مليونين دينار ما يقدر يشتري بالمجمعات، لأنه المتر قام يغلى. يعني إحنا كنا نسمع مثلا في مناطق المنصور غالية بالطابو بالطرق العادية، بس بالمجمعات أغلى. طريق المطار صار ب 1600 و 1700 و 1800 و 1900. أحد المجمعات يمكن اللي هو ما أريد أذكر اسمه، اللي هو العمارات يم عباس من فرناس، ب 1900 دولار. الناس ليش رايحة هنا؟ شوف سيد غزوان، احنا هذا هو اساسا الموضوع، يعني ما يتعلق بوزاره التخطيط، هذا القطاع الخاص يرتبط مشاريع القطاع الخاص الاستثماريه بهيئه الاستثمار. بس قصدي اكيد يعني بالنتيجه هو اكو حاجه لقطاع السكن. لا اكيد طبعا، هناك فجوه كبيره، ما زالت كبيره الفجوه في قطاع السكن. احنا ملاحظاتنا على هذه المشاريع بصراحه ملاحظتين. الملاحظه الاولى ومثبتيها يعني بشكل رسمي، الملاحظه الاولى انه هذه المجمعات السكنيه والتجاريه ايضا للمولات وغيرها منحت اجازاتها في قلب العاصمه، في المناطق اللي هي مزدحمه اصلا. فهذه وجودها بهذه المناطق راح تسوي لنا مشاكل اصلا في بعض يعني هاي المطار كان مزدحم، بس كان يصير تسوي لنا مشاكل اختناق مروري واختناق خدماتي بنفس الوقت. يعني لا الخدمات ممكن ان تلبي الحاجه ولا الطرق راح تلبي الحاجه. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه انه هذه الاراضي التي منحت فيها اجازات استثماريه هي اساسا قيمتها مرتفعه، بالنتيجه المستثمر يستغل، هو ربما نعم مثل ما قال سيد الفقار يحصل على الارض باسعار بسيطه، ولكن هي قيمه الارض بالاساس هي غاليه. نعم هي غاليه، يعني سعر المتر تروح باي مكان هسه الارض يعني غير المبنيه كذا مليون دينار عراقي. بالنتيجه هذه ايضا تساهم في عمليه رفع الاسعار. هذين الملاحظتين بصراحه طلبنا بشكل صريح انه عدم منح اجازات الاستثمار للمجمعات السكنيه ولا المجمعات التجاريه في مثل هكذا مناطق. ممكن ان نروح الى مناطق شويه ابعد على اطراف المدينه، هم سعر الارض بها رخيص وهم راح تحقق لنا تنميه بذيك المناطق. يعني ذيك المناطق اصلا تعاني من مشاكل تنمويه خدماتيه وغيرها، بالنتيجه راح تنهض من راح نبني بها مجمعات سكنيه وراح تشجع السكن في تلك المناطق. مع وجود طبعا مع وجود حاجه للسكن فاكيد الناس تروح يعني بهيك مناطق، يعني مو